بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على برنامج الريفت. وأول حاجة هنبتدي بيها الواجهة بتاعة البرنامج. نلاحظ إن الواجهة بتاعة البرنامج مقسومة لجزئين، في جزء بروجيكتس وجزء فاميليز. جزء بروجيكتس ده اللي احنا هنبتدي نعمل منه المشروع بتاعنا، وكل تعاملنا هيبقى من خلال جزء البروجيكتس ده. أمال إيه جزء الفاميليز ده؟ برنامج الريفت بيعتمد على فكرة زي البلوكات كده في الأوتوكاد. البلوكات هنا بيسميها فاميليز، هي عبارة عن داتا بيس. كل element عندي بيبقى له خواص معينة، دي بدخلها من خلال الفاميلي. فكل element عندنا جوه المشروع بتاعنا أو جوه الريفت عبارة عن فاميلي، يعني الكولوم فاميلي. حتى الخط اللي أنا برسمه عبارة عن فاميلي. يعني إيه كلمة فاميلي؟ يعني إن أنا في الآخر خالص العنصر بتاعي ده كل ده جواه داتا بيس، الخواص بتاعته، أبعاده، الماتيريال بتاعته، الألوان بتاعته، شكل القطعات بتاعته، كل حاجة ببتدي أتعامل معاها من خلال الفاميليز دي. فببتدي أجهز العناصر بتاعتي من خلال الفاميلي دي وأبتدي أستخدمها جوه البروجكت بتاعي. وهنتكلم بعد كده بالتفصيل على إزاي أعمل فاميلي جديدة وإزاي أستخدمها. هو البرنامج عنده المكتبة بتاعته اللي بستخدم منها العناصر اللي موجودة عندي. فانا لما باجي افتح المشروع بتاعي فالعناصر الاساسيه زي القطعات العامده الاساسيه، البيمز الاساسيه، السكاشن بتاعه الحيطان، كل الكلام ده الحاجات اللي هي الاساسيه موجوده عندي. لكن لو انا عاوز اعمل كاستمايز ليها او عاوز اعمل حاجه جديده ببتدي اشتغل فيها على الجزء بتاعي. اول حاجه هنبتدي نعملها علشان ابتدي مشروع جديد، هنيجي هنلاقي هنا في بيقول لي اوبن وفي بعد كده نيو. اوبن لو انا هفتح مشروع جديد، نيو لو انا هفتح مشروع موجود قبل كده، نيو لو انا هفتح مشروع جديد. واجي لو الاقي في الواجهه هنا اربع ايقونات، الاربع ايقونات دول اخر اربع مشاريع انا كنت شغال فيه، ودول اخر اربعه فاميلي انا عملت اديت ليهم. ماشي. وهنيجي نلاقي بعد كلمه نيو في بعد كده مديني حاجه، مديني اسم وبعد كده تمبلت. لما باجي افتح مشروع جديد ماشي بلاقيه لازم ابتدي بتمبلت. ايه التمبلت دي؟ احنا قلنا ان الريفت عبارة عن داتابيس، فالتمبلت دي عبارة عن الداتابيس الفاضية اللي انا هبتدي اشتغل بيها. فلو انا هشتغل استراكشر فالمفروض ان انا عندي شكل البيانات بيبقى شكل معين. انا بقطع بعمل سيكشن وببص لفوق، المعماري بيعمل سيكشن وبيبص لتحت. فكل اللي بيختلف التمبلت دي عبارة عن داتابيس فاضية انا اللي بعبيها. بتشمل ايه؟ اولا بتشمل وحدات المشروع اللي انا هشتغل بيها، اذا كنت هشتغل متريك ولا امبريكال. وبعد كده شكل الواجهات، شكل الفيوهات اللي انا هبص ليها، شكل الفيو الاليفيشن بتاعي لما هبص ليه، هبص ليه من وجهة نظر انشائي ولا معماري ولا خدمات. ولما علشان كده هو فاتح لي الامكانيه ان انا اقدر اعمل تمبلت جديده، تمبلت جديد انا اللي هعمل تمبلت فاضيه بالنسبه لي. فلما باجي اقول له نيو بروجكت فبيقول لي انت عاوز نيو بروجكت ولا عاوز تعمل نيو تمبلت. نيو بروجكت هستخدم التمبلتس اللي موجوده في البرنامج وابتدي اشتغل عليها. طب لو انا مكتب وعاوز اثبت عندي شكل الفونتات بتاعتي، شكل اللوح بتاعتي، عاوز احط اللوجو بتاعي على الشيتس بتاعتي، مش عاوز ابتدي من البدايه، عاوز اعمل الدايمنشن بتاعي بشكل معين بالوان معينه بتاع، ببتدي اعمل نيو ايه بروجكت تمبلت وببتدي اشتغل عليه. التمبلتس نفسها اللي موجوده دي انا بجيبهم ازاي وبشتغل عليهم ازاي؟ لو انا جيت فتحت من هنا الار دي هلاقي تحت خالص في الاوبشن هنا. الاوبشن دي الاوبشن بتاعه البرنامج. اول حاجه بيقول لي جنرال اوبشن بتاعي، اول حاجه بيديني حاجه اسمها سيف ريمايندر انترفال. مش هو بيعمل سيف او بيخزن كل قد ايه، لا هو بيفكرك، بيديلك رساله تحذيريه كل قد ايه علشان تسيف. طب هو ليه ما بيعملش اوتو سيف؟ علشان دي داتا بيز، فقصه السيف مع التعامل مع الداتا بيز بيكون حذر جدا. فعلشان كده هو بيديني ريمايندر بس اسيف ولا لا، لانك انت لو سيفت مش هتعرف تعمل اندو. طيب هو مديني هنا اتنين اوبشن للسيف. انا لما باجي اشتغل على البرنامج بتاعي في عندي اتنين اوبشن، يا اما بشتغل على الجهاز بتاعي يا اما بعمل جهاز بسميه السيرفر بتاعي، وده بيبقى عليه حاجه اسمها سنترال فايل. ماشي. واكتر من واحد بيكونوا شغالين على نفس الملف، ودي هنشرحها بعدين ان شاء الله. فاول واحده دي لو انا شغال على الجهاز بتاعي لوكال، تاني واحده دي لو انا هشتغل على سيرفر،
وأكتر من واحد شغالين على الفايل بتاعي، يعني ممكن أنا أبقى شغال إنشائي وممكن واحد تاني معماري شغال بردك على نفس الفايل، وواحد شغال الخدمات اللي هي زي التكييف والبلومبينج، ماشي، شغالين على نفس الفايل بتاعي وكلنا بنخزن على نفس الإيه السيرفر بتاعي في الآخر. ماشي، بعد كده بيديني اوبشن تحت هنا في حاجه اسمها جورنال فايل كلين اب. جورنال فايل دي عباره عن ان هو بيخزن لي زي ملفات تمبروري كده، دي محدش بيقدر يتعامل معاها الا الخبراء او البروجرامرز بتوع البرنامج، عشان لا قدر الله لو انا عندي ملف مهم جدا وضرب فهم ما بيقدرش يتعامل معاها الا الديفلوبر بس. وهنشوف بردك ازاي اقدر اعمل نسخ باك اب غير ما اكون من غير ما اكون متخصص في البرمجة. بعد كده بيديني في الاخر بيديني هنا بقيه الاوبشن هنرجع ليها بالتتالي. بعد كده بيديني اليوزر انترفيس. اليوزر انترفيس انا لما بفتح البرنامج بتاعي اتفقنا ان من بعد نسخة 2013 بلاقي النسخة اللي هي الكومبو، يعني هلاقي المعماري والانشائي والخدمات التلاتة موجودين معايا في نفس البرنامج. طيب انا راجل انشائي دلوقتي ومش عاوز يبقى عندي تابس كتيرة، فببتدي أشيل التابات اللي أنا مش محتاجها من هنا بس من على الشاشة، لكن هي موجودة في البرنامج. بعد كده أهم حاجة عندي هنا موضوع الفايل لوكيشن. الفايل لوكيشن ده هو ده اللي بلاقي فيه أماكن التمبلتس بتاعتي وأماكن المكتبة بتاعتي. طيب نبتدي نتعامل معاهم واحدة واحدة. أول حاجة اللي فوق دي أماكن التمبلتس بتاعتي دي، هنا ألاقي أربع تمبلتس، دول هما الأربع تمبلتس اللي موجودين دول. ده عبارة عن شورت كات للتمبلت، بدل ما أجي أقول فايل نيو بعد كده أعمل براوز وأدور على مكان التمبلت فين، لأ هو ممكن أعمل شورت كات ليهم على طول هنا. ولو أنا ضغطت على أي واحدة فيهم هنا هلاقي الأسهم بتاعة الترتيب دي، بتقدر إيه أرتبهم تبع استخدامي أنا. وبلاس دي لو أنا عاوز أضيف تمبلت جديدة، وهنا لو انا عاوز احذف شورت كات من التمبلت دي. طيب ازاي اصلا اضيف تمبلت او اخلي التمبلت بتاعتي دي مظبوطه على اللي انا عاوزه؟ انا وليكن الاستراكشر تمبلت بتاعتي دي، اجي ابص الاقي مديني الاسم هنا وبيديني هنا المسار بتاع التمبلت بتاعي ده. لو انا جيت ضغطت على المسار ده هلاقيه بيفتح لي فين التمبلتس بتاعتي، هلاقيها على سي جوه بروجرام داتا جوه اوتو ديسك جوه RVT وبعد كده رقم. الرقم ده هو الفيرجن بتاع الريفت اللي عندي. لو انا شغال على 2013 هلاقيه 2013، لو انا شغال على 2016 هلاقي فيه 2016. جوه الفولدر ده بلاقي كل المكتبه بتاعتي، وبلاقي هنا التمبلتس بتاعتي، بدور على التمبلتس بتاعتي وباجي اختار بلاقي فيه نوعين اساسيين. ممكن الاقي باقي الانواع دي او ما الاقيهاش تبع ما انت منزل المكتبة بتاعتك منزلها في ايه. فبلاقي النوعين الاساسيين دول الامبيريكال وبلاقي المتريك، وتبع الدولة اللي انت وانت بتختار وانت بتعمل سيت اب كنت مختار الدولة انهي، فبتتعامل بالوحدات انهي. طيب ايه الفرق ما بين الامبيريكال والمتريك؟ المتريك بيتعامل بوحدات المتر والطن، اما الامبيريكال بيتعامل بوحدات الفوت والباوند. فاحنا بنشتغل بالمتريك، بختار من بفتح المتريك اولا كده انا اخترت الوحدات بتاعتي، بعد كده بشوف انا عاوز اشتغل ايه. انا هشتغل استراكشر، فببتدي ادور على تمبلت اشتغل استراكشر. طيب انا هشتغل حاجه تانية غير الاستراكشر، ببتدي ادور كونستراكشن دي بتشتغل لو انا هشتغل معماري، او انا هشتغل بعمل لاندسكيب للمشروع بتاعي، او انا لو انا ميكانيكا ببتدي اشتغل ميكانيكا او كهرباء او بلمبنج. في بلاقي اكتر من تمبلت للاستراكشر، بختار اي واحده فيهم، فرقهم مش كبير بالنسبه لي كبدايه، لكن هما بيفرقوا عن بعض في ايه هنتكلم لما نيجي نشرح جوه البرنامج. هنلاقي شكل، مجرد شكل السهم اللي بيشاور لي على الاليفيشن شكله ايه، شكل البلان بتاعي شكله ايه، مجرد كشكل، لكن كمحتوى التلاتة او اكتر لو في اكتر يبقى كلهم محتواهم واحد. لكن زي بالظبط كده الستايل، زي ما كان في حاجة في الاوتوكاد اسمها اللاين ستايل والتكست ستايل والدايمنشن ستايل، دي بالظبط شكل شكل الفيوهات بتاعتها هتبقى شكلها ايه. احنا بنختار اول واحد ده، ده اسهلهم، بنختار structure analysis default metric وببتدي اقول له open.
كده معناه ان انا عندي التمبلت الاولاني اللي هي الاستراكشر تمبلت دي، انا ضمنت ان هي استراكشر ومتريك. لو انا عاوز اعمل معماري يبقى نفس النظام، بختار الديفولت متريك هنا، اجي ابص الاقي ايه هو مديني هنا الديفولت متريك، ماشي. وهكذا لو انا عايز اضيف واحده جديده بدخل بختارها من هنا، اتاكد الاول ان الوحدات بتاعتي متريك مش امبيريكال، وبعد كده بختار الايه الوحده التمبلت بتاعتي اللي انا هبتدي اشتغل عليها. ايه اللي يهمني تاني؟ دي التمبلت. بعد كده بلاقي هنا بيقول لي الديفولت باث فور يوزر فايلز، دي لو انت بتيجي تعمل سيف على طول ده الديفولت اللي هو بيخزن لي فيه الملفات بتاعتي. وبعد كده بلاقي في حاجة اسمها Default Family Templates. Default Family Templates ده بردك مهم. ليه ده احنا اتفقنا ان البرنامج بتاعنا بيتعامل بفكرة الفاميلي او البلوكات، فعلشان لو انا عندي عنصر مش موجود له فاميلي جوه المشروع بتاعي ببتدي ادور على الفاميلي دي، فبيقول لي اول مسار الديفولت اللي انا هدور عليه فين. الديفولت ده بيبقى فين؟ بيبقى بردك جوه سي بروجرام داتا اوتو ديسك ار في تي. جوه الار في تي احنا المره اللي فاتت للمشروع خدنا التمبلت، لا بالنسبه لي هنا هختار فاميلي تمبلت، ماشي. هختار ايه؟ فاميلي تمبلت، ماشي. وهلاقي النوعين الاساسيين اللي يفرقوا معايا في انجلش وانجلش اي. انجلش دي اللي هي الوحدات المتريه، الانجلش اي اللي هي الوحدات الامبريكال، فانا بختار الانجلش وبعد كده بس بقف على هنا، معناه ان هو هنا ده المسار بتاعي اللي هيبتدي يدخل عليه، ما بدخلش جوه، ماشي. وبقول له اوبن، معنى كده خلاص بلاقي المسار بتاعي اللي موجود عندي خلاص هو سي بروجرام داتا اوتو ديسك ار بي تي 2016 فاميلي تمبلت انجلش. يبقى ده كده ده المسار بتاع التمبلت بتاعت الفاميلي بتاعتي. طيب ايه البوينت كلاود ده؟ البوينت كلاود ده البرامج الكبيرة دلوقتي، كل البرامج الكبيرة وكل الشركات الكبيرة علشان قلبوا بقت الموضوع كله داتابيز، فحجم الداتابيز كبير جدا، فعشان ما استهلكش الاجهزة بتاعتي فعملوا حاجة اسمها بوينت كلاود. دي عبارة عن سيرفرز عالمية موجودة في مقر الشركة نفسه. لو انا عاوز اعمل مشروع عندي وبخزنه بتعامل بخزن الملف بتاعي عندهم على شركة اوتوديسك مثلا بالنسبة لبرنامج الريفت، ببتدي اتعامل ادور على البوينت كلاود بتاعهم ده ايه، وببتدي اخزن شغلي عليهم، اخزن الشغل بتاعي عندهم. وهنا علشان انا مش مخزن المسار بتاعها فهو عامل لي مسار لوكال عندي على الجهاز. اهم من ده كله موضوع البليسز. بليسز دي عبارة عن ايه؟ دي المكتبة بتاعتي اللي انا ببتدي اشتغل بيها، دي اللي فيها كل القطاعات اللي عندي وفيها الشغل بتاعي كله. باجي ادور هلاقي فيه مقسومة نصين برضك متريك، وبلاقي فيه ايه؟ امبيريكال. في اول حاجة المتريك لايبراري دي بلاقي المسار بتاعها اللي هو ايه؟ بروجرام داتا اوتو ديسك ار بي تي 2016 لايبراريز، وبعد كده بلاقي الايه؟ يو اس متريك. طيب اللي بعد كده في حاجه اسمها متريك ديتيلنج لايبراري. في حاجه جوه الريفت هنا لو انا مش قادر اعمل لو انا عاوز اعمل تفصيله معينه ومش عاوز اعملها 3 دي، باجي اعمل حاجه اسمها ديتيلنج ايتم. ديتيلنج ايتم دي بردك بدخل نفس القصه سي بروجرام داتا اوتو ديسك ار بي تي 2016 لايبراريز، ماشي. بلاقي اللايبراريز هنا بنلاقي الامبيريكال والمتريك اهو، ماشي. بدخل على المتريك وبعد كده بلاقي حاجه اسمها ايه؟ الديتيلنج ايتم. باجي اقف على الديتيلنج ايتم دي لو انا عايز اعمل ديتيلنج عندي. دي المسار بتاع المكتبه بتاعتي. الامبيريكال نفس القصه. طيب لو انا عاوز اضيف انا مكتبه عندي، انا جبت من واحد صاحبي مكتبه لبلوكات جديده او بتاع، باجي اضيفها من هنا بقول له اد فاليو، ببتدي اكتب اسم المكتبه بتاعتي من هنا، بعد كده ابتدي اختار المسار بتاعي من هنا. او لو انا عملت edit لفاميليز موجودة زي ما هنشوف بعد كده ان انا عملت customize لعمود مثلا، عملت العمود L shape او عملت العمود بتاعي بشكل معين او عملت file caps بشكل معين وعاوز تبقى معايا بسهولة اقدر اجيبها، باجي ايه؟ اضيفها في المكتبة بتاعتي من هنا. دي بالنسبة دي هنا دي اهم الاوبشنز اللي هنحتاجها كبداية للبرنامج بتاعي. ومجرد ما بظبط الاوبشنز بتاعتي دي وبقول له اوكي، بلاقي هنا
دول لو انا كنت عدلت الترتيب ده هلاقي الترتيب بتاعي ده اتعدل هنا. وهنبتدي المشروع بتاعنا، مجرد ان انا بقول له بعد كده نيو، وبعد كده بختار التمبلتس بتاعتي من هنا، بقول له براوز وبختارها من هنا، او ان انا خلاص انا ظبطت التمبلت بتاعتي من هنا وبقت ستراكشر تمبلت. لو انا جيت ضغطت عليها كده هيبتدي يفتح لي الايه المشروع بتاعي، يفتح لي داتابيز فاضيه فيها التمبلت بتاعتي، عباره عن ستراكشر ومتر والوحدات بتاعتي بالمتر. ده الواجهه بتاعت دي التمبلت بتاعتي. هاجي ابص عليها هنا وقال لي اهوت ان في ان انت البروجكت بتاعك اسمه بروجكت 1، وبعد كده هو ده ستراكشر بلان، وده الشكل بتاعي اللي هنتكلم عليه بعد كده.